نشرة الظهر. تمام الواحدة ظهرا من الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى النشرة، وهذه عناوينها. البرلمان يشرع في مناقشة مشروعي قانونين حول تجريم إصدار الشيك دون رصيدة وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الجبهة مع إسرائيل، مع استمرار التهديدات بالرد على القصف الذي طال الجولان السوري المحتلة، مخاوف دولية من اتساع نطاق الحرب في المنطقة. شرع مجلس نواب الشعب اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية. وتضمن مشروع القانونين مراجعة شاملة لأحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيكة، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل أركان الجريمة وتعديل نظام العقوبات المقررة، كما تضمن أحكاماً لتسوية وضعية المحكوم عليهم ومن كانوا محل تتبع قضائي من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيدة، إضافة إلى مراجعة العقوبات السجنية والمالية نحو التخفيض والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة. رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القراري. هو التسوية يشمل الناس كلها، صيغة التسوية تشمل الناس في حال فرار، يشمل الناس المحكومين والموقوفين، ويشمل الناس اللي بصدد تقضية عقوبة، كلهم معنيين بصيغة التسوية. نجم ينخرط في أي صيغة من صيغة التسوية، علما وخنزيد نوضح مسألة أخرى، أنه يمكن للمعني بالأمر أن ينخرط في أكثر من صيغة التسوية حسب وضعية الشيك، لكن نجم ثلاثة صيغ الكل يستفيد منهم. المدة السجنية كيف ما قلنا كان يترتب على كل شيك دون رصيد عقوبة بخمس سنوات مع دون ضم العقوبة. العبث التشريعي هذا احنا خرجنا منه بالتخفيف، فأصبحت العقوبة القصوى 10 سنين. واضح، يعني نضم العقوبات نلقوهم أكثر من 20 سنة. نعطي مثال، واحد عنده 15 شيك في السنتين، يعني باش تحكم ب30 سنة. هذا 30 سنة نعتبرهم أكثر من 20 سنة، فيتم النزول بهم إلى 10 سنوات، يعني من 30 سنة ننزل به إلى 10 سنوات. ففعليا أصبح عندنا الحكم الأقصى إذا للشيكات هو 10 سنوات. الأدنى طبعا هو شيك واحد سنتين مع النزول به إلى نصف مدته سنة، مع إمكانية إقرار، وهذا أيضا مهم، العقوبات البديلة من خلال الخدمة إذا للمصلحة العامة. رئيس لجنة التشريع العام أضاف أن المجلة التجارية ستتضمن جملة من الإجراءات، من بينها تخصيص 8% من مربح البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. تقريبا قدرنا أنه أرباح البنوك لسنة 2022 قدرت ب 1300 مليون دينار، فنسبة 8% هذه ستقدر في حدود 100 مليون دينار حساب سنوي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. هكا وجدنا آلية تمويل داخلية، مش مرة واحدة، هذه الآلية ستكون آلية سنوية إذن لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بطيبة أن الديوان يتبنى 197 بلدية فقط من بين أكثر من 350 بلدية في كامل تراب الجمهورية. وخلال استضافته في برنامج يوم سعيدة على موجات الإذاعة الوطنية، أبرز بطيب أن التدخل في بقية البلديات يتطلب استثمارات ضخمة جدا، باعتبار أن أغلب المدن تتميز بتجمعات سكنية مشتتة. اليوم في الديوان الوطني للتطهير عندنا 127 محطة تطهير، الشبكات فوق 18000 كيلومتر شبكات، فوق 800 محطة ضخ. الديوان اليوم فيه 3000 عوام يتدخل في 197 بلدية، من جملة 350 بلدية. اليوم تراب التونسي كل تراب بلدي، إذا ثم 153 بلدية نجم تكون مجهزة جزئيا بشبكات تطهير لكنها غير متبنات من طرف الديوان الوطني للتطهير، تتطلب استثمارات ضخمة لإنجاز جميع المكونات. اليوم نقول لك من جملة الاستثمارات المنجزة 197 بلدية تعادل أو تفوق حوالي 3.5 مليار دينار تونسي. البقية 153 الكلفة متاعها أكثر لاعتبار التشتت الموجود في التجمعات هذه، مش تجمعات ذات كثافة عالية، تتطلب عديد محطات الضخ، تتطلب تمديد في الشبكات وغيرها.
وأفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بطيبة بأن الديوان يعمل حاليا من أجل إعادة استغلال المياه المعالجة في عديد المجالات، مؤكدا أن عديد الممولين أعربوا عن استعدادهم لتمويل هذه الأشغال. الانتاج الوطني اليوم حوالي 293 مليون متر مكعب من المياه المعالجه. تونس الكبرى تنتج حوالي 45% من الكميه هذه، اغلبها قاعد يمشي للبحر، الشطرانة الشرقيه، تونس الشماليه، الضاحيه الجنوبيه، واللي انطلقنا فيه بالتنسيق مع وزاره الفلاحه في وضعيه اليوم الشح المائي، اعاده استعمال المياه المعالجه لاغراض اخرى غير سكبها بالمحيط المتلقي اللي هو البحر او الوادي، على غير تحويل الكميه هذه الكبرى في تونس الكبرى الى داخل الجمهوريه، داخل اليابسه، واعاده استعمالها لاغراض فلاحية. اليوم نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة في حدود 20% تقريبا، نسبة ضعيفة دون المأمول، أكثر نسبة في مجال السياحي ملاعب الساولة الجانب، بعض منها يقع استعمالها في تغذية الماء المائي. كذلك اليوم دخلنا في تجربة جديدة لإعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الصناعي في جابس، استهلاك كثير من الماء الجوفي لتنظيف الفوسفات قبل إعادة تحويله. عديد المولين أعربوا عن استعدادهم لتمويل هذه الأشغال اللي هي ضخمة نوعا ما. قدمت الإدارة العامة للحرس الوطنية بشراكة مع معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلامة خلال يوم إعلامي انتظم اليوم بالعاصمة مشروع إحساء نظام إدارة التعلم صلب هياكلها. المشروع انطلق منذ سنة 16 و2000 ويتضمن بالخصوص المنصة الرقمية التي تسهل عملية التكوين وتنمي قدرات أعواني وإطارات الإدارة العامة للحرس الوطني خدمة للمواطن. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنية العميد حسام الدين جبابلي يضيف في تصريح للزميلة سمية الفرجاني. العديد من الاحتياجات التكوينية بدأت به الإدارة العامة للحرس الوطني في هذا المجال لرصد مختلف فارق الفجوة بين ما هو منشود في الأداء الميداني لأعوان وإطارات الحرس الوطني وما هو موجود، خاصة في مجال إنشاء منصة رقمية تقريبا هي فضاء تكويني تفاعلي، فيه الجانب الاستراتيجي، فيه الجانب البيداغوجي، وفيه كذلك الجانب اللوجستي، موزعة على 100 مركز تكوين عن بعد في كامل تراب الجمهورية اللي يضم 1500 دارس في نفس الوقت، وبالتالي تسهل العمليات التكوينية خاصة في جميع المناطق اللي نعرفوها احنا البعيدة عن مدارس التكوين، وهي فرصة اللي باش تحافظ على كفايات العلمية والعملية لكافة منتسبي السلك. الهدف نتاعنا النهائي هو رضا المواطن. المنصة رقمية وستصدر الى الخارج النسخة الداخلية اللي هي عبر الانترنت اللي هي موجهة لسلك الحرس الوطني، ونسخة ثانية عبر الانترنت وهي منصة خارجية موجهة كذلك لتعزيز التفاعل مع والتعاون مع المواطن، ثم مؤسسات الوطنية أو الدولية، وكذلك العديد من المنظمات التي تعنى بالمجتمع المدني. تنطلق اليوم عملية التسجيل في خدمة الحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بالنسبة إلى الناجحين في امتحان البكالوريا 24 و2000 عبر الإرساليات القصيرة، وتعلن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق الإرساليات القصيرة بعد غد الخميس، وعن طريق موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة 2 من أوت المقبل. تعلن وزارة التربية اليوم عن القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحة للانتداب، وكانت الوزارة أفادت بأن استخلاص المستحقات المالية لهؤلاء النواب ولجميع المتعاقدين قد استوفى إجراءاته الإدارية والمالية بعد متابعة مدققة لكل الجهات، وتم صرف أغلب المستحقات المتخلدة بالذمة، وستصرف البقية القليلة الباقية خلال أيام. وفيما يتعلق بالمعلمين النواب، أكدت الوزارة أنها بصدد استكمال نفس الإجراءات وستعلن عن قائمة المرشحين للانتداب في أجل لا يتجاوز منتصف شهر أوت بعد إتمام كل عمليات التحيين والتدقيق، لتمتد فترات النيابة المحسوبة من 2008 إلى ما بعد 2017. وفي شأن وطني آخر، تتواصل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية إلى غاية 6 من أوت القادم، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم 11 من أوت الجاري. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
آخر التطورات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد أكثر من 10 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي مكثف استهدف مخيم صيراتة وسط قطاع غزة، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال حوالي 300 شهيد على الأقل في محافظة خان يونس جنوبا بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها وتدمير 90% من البنية التحتية. من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال انسحب من شرق خان يونس مخلفا أكثر من 250 شهيدا و300 مصاب، مضيفا أن انتهاكات الاحتلال في شرق خان يونس تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وفي تقريرها الإحصائي اليومي، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني 3 مجازر مروعة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 39 شهيدا و93 مصابا، مؤكدة أن 10,000 شهيد على الأقل ما يزالون تحت الأنقاض. على الجبهة اللبنانية ووسط حالة الترقب للرد الإسرائيلي على القصف الذي طال مجد الشمس بالجولان السوري المحتلة، يستمر تبادل القصف اليومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف 10 أهداف لحزب الله اليوم في 7 مواقع متفرقة جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله عن مقتل أحد عناصره فجر اليوم متعهدا بالرد على أي عدوان إسرائيلي، وأن قيادة المقاومة ستقرر شكل الرد وحجمه على أي عدوان محتمل. تصريحات تزامنت مع تأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل قد يفجر الوضع في المنطقة، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تريد أن ترى حلا دبلوماسيا. في غضون ذلك، أعلن مستشار المرشد الأعلى في إيران رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي أن إسرائيل ستواجه برد قاس في حال شنت هجوما على لبنان بذريعة الرد على استهداف مجد الشمس في مرتفعات الجولان. في الأثناء، ناشدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إسرائيل بعدم السقوط في فخ الرد الانتقامية، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع في لبنان وخطر حدوث تصعيد في المنطقة، معتبرة أن على المجتمع الدولي أن يواصل بث رسائل التهدئة. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. البرلمان يشرع في مناقشة مشروعي قانونين حول تجريم إصدار الشيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. وفي الشرق الأوسط، مع استمرار التهديدات الإسرائيلية بالرد على القصف الذي طال الجولان السوري المحتلة، مخاوف دولية من اتساع نطاق الحرب في المنطقة. تحياتي نفيسة حسني، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء.